अब इसके बाद सीनियर केजी ए ये बच्चों को दावत दूंगा और ये बच्चे अशेख यूसुफ कालू के अंदाज में तिलावत करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद अम्मार यासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم। ما شاء الله سبحان الله। شيخ محمد السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसला अलैहिम तय्यिबन अबाबील तरमीहिम बिशजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल صدق الله العظيم। ما شاء الله سبحان الله। صوبيا ناز السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ। ما شاء الله سبحان الله। زنيرة إقبال بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم। ما شاء الله تكبير سبحان الله। وصية فاطمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن من الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم।